فتحي بعد ما بطلت كوره عشان برضو الجماهير، لان الحلقات دي انا بشوف منها نطلع بتاريخ نتعلم منه وتبقى نفهم. بعد ما بطلت اتجاهك كان كنت اتجاهك مدرب انا على طول. اتجاه مدرب انا الله رحمه وديكوتي، ديكوتي مكان مدرب موجود، كبير. هو ديكوتي مكان موجود كان مديني دائما، قول لي انزل بقى ايه اشتغل انت مع الفرقه، سخن مع الفرقه، كنت بسخن الفرقه قبل الماتشات، وكان عندي موهبه تدريب يعني الحمد لله. وبعدين كنت بقتبس بقى حاجات كتير من المدربين، يعني دايما عندي ان انا لعيب بس كنت اقتبس بقى بتكتب وراهم اه بتكتب طبعا، واشوف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيفكر ازاي وشخصيه ده وتعامله مع اللعيبه نفسيا وكل الحاجات دي الحمد لله خدتها يعني كخبره من المدربين اللي اشتغلوا معايا كلهم يعني. اللي انا من ضمن الحاجات اللي عايز اعرفها كابتن، اختيار الكابتن محمود الجوهري ليك شخصيه عظيمه. احنا في الكواليس واحنا بندردش قلت لي ده جوهري جنرال في كل حاجه، وكنت مبهور جدا وانت بتتكلم وانا لاحظت كده. الله يرحمه، الله يرحمه واحد من ويسلمه. افضل المدربين. وانا بقول الجيل 90 بالمدربين اللي موجودين وكل واحد كان فيه ليه بصمه في الكره المصريه حقيقيه، ودول يتحطوا في يعني لوحه الشرف زي ما بيقولوا كابتن فتحي. تقولي في الكابتن محمود الجوهري اسرته موجوده وبتسمعنا، اتعلمت منه ايه؟ كان بيحبك جدا وكنتوا مترابطين مع بعض قوي. لا انا زي ما قلت لك في بدايه الامر انا اتمرنت معاه وانا 15 سنه. ثانيا يمكن انا وانا ماسك فرقه 19 سنه في النادي الاهلي عرض عليا هو حته منتخب مصر، قال لك وكمان ايه؟ قبل منتخب مصر كنت بشتغل مثلا 85، يعني حتى في التقرير كنت بشتغل مثلا 85 في الفريق الاول. فراح مطلع لي الكابتن محمود الجوري، انا اتعلمت منه حاجات كتير. اتعلمت منه حته الانضباط داخل الملعب مهمه جدا، يعني عيش معايا بره الملعب نقعد نضحك ونهزر ونبقى علاقتنا مع اللعيبه علاقات هايله، يعني برضو اتعلمت منه دي. ولكن جوه الملعب لا، جوه الملعب في التزام في انضباط وكل هذه الامور. العامل النفسي ده مهم جدا للعيبة، الحته دي مهمه جدا. العامل التكتيكي وان انت تبقى دائما كمدير فني مقنع، مقنع للعيبه. ودي يمكن فاكر الصوره الشهيره دي كابتن، ودي هنرجع لها تاني. دي في كاس العالم، دي كاس العالم، كاس العالم 90 الترنج ده موجود عندي لحد دلوقتي بجد اه والله. والله. لو الحاجات عايز دي ما تاخده، تت... لو عايز تاخده قط اللبس عندك خده. الصورة صورة شهيرة جدا. الكابتن قال لكم قبل كأس العالم كنتوا عارفين إن أنتوا هتبقوا ند. أنت بتتكلم هولندا كانت فيها مين؟ لا بتتكلم على إنجلترا وبتتكلم انجلترا على وهولندا إيرلندا. وايرلندا ما خفتوش من القرعة؟ معاكم فرق قوية جدا. لا احنا بص احنا استعدنا كويس، واستعدنا كويس قبل القرعة، استعدنا كويس جدا لكأس العالم، لأن خلاص وصلنا بعد مباراة الجزائر اللي كانت في القاهرة. استعدنا كويس قوي، عملنا 13 مباراة دولية، جات لنا القرعة بقى انجلترا وهولندا وايرلندا. طبعا هولندا كانت بطلة اوروبا، انجلترا طبعا على الساحة المعروفة. اقول لك الكواليس كانت في مصر بتقال اكيد حضرتك هنا خمسة ايوه التوقعات، وهنا التوقعات. التوقعات ما انا واحنا هناك ما احنا عارفين التوقعات. ده في ناس كانت متوقعه ان هولندا تكسب منتخب مصر 9-0، وفي ناس 7 وفي ناس 6 وكلام، انت عارف بقى الحته دي. ولكن احنا لما القرعه اتعملت خلاص عرفنا، وعرفنا فعلا ان المجموعه قويه جدا. هولندا زي ما قلت لك سنه 88 واخده بطوله اوروبا، انجلترا كان عندها فرقه كويسه جدا، ايرلندا كانت من اشرس الفرق اللي موجوده على الساحه. كابتن بحب دايما اعرف كواليس اوضه اللبس قبل مباراه هولندا، منتخب قوي اللعيبه المفروض انت بتحفزها وما تخوفهاش، ومدرسه كابتن محمود جوهري اكيد عملته 18,000 محاضره فيديو صح كده؟ كواليس اوضه اللبس عملتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ انت كلمت مين؟ لا بص احنا يمكن زي ما قلت لك مشوارنا زي ما قلت لك بدا مباراه تجريبيه كلها دوليه، دوليه ومدارس مختلفه كويس. اما رحنا خلاص عرفنا المجموعه دي، رحنا ايطاليا. انا الحاجه اللي كانت مبهره جدا بالنسبه للعيبه واحنا نازلين نعمل وورمنج، نازلين نسخن قبل الماتش، حسيت ان اللعيبه نازل معاهم، حسيت اللعيبه مخضوضه برضه، فان باستن ومش عارف كرويف، وتلاقي اسامي واجسام ما شاء الله كلهم. حسيت اللعيبه وشها مخطوف. قلت لهم يا رجاله عايزين نعمل ماتش كويس ولا يهمنا حاجه، والله بجد بالظبط كده قلت لهم ولا يهمنا حاجه، احنا عايزين نعمل ماتش كويس وسيبك بقى من الاجسام وسيبك من الاسامي والكلام من ده. والله دي بره وقد كان في الممر، في الممر واحنا عايزين. وبعد الماتش بقى، وبعد الماتش بعد الماتش جد. بعد الماتش الانطباع اللي احنا خدناه على الجماهير المصريه، يعني حسينا بنبض الجماهير المصريه بعد المباراه، لان اتنقلت لنا صوره ان كل جماهير مصر العاشقه لمنتخب مصر خرجت بعد التعادل مع هولندا.
كابتن هنتكلم على تشكيلة الأهلي والزمالك، عارفين بقى الجولة السادسة هتبتدي. هستأذن حضرتك.